صديقي يلي رحل عقب آخر رسالة، اشتقت له من بعد ما ذنبه تكفر، لكني يسمع لزار رسالي رسالة الهاتف اللي طلبته غير متوفر، دايم على بالي بحلها وترحاله والشوق لزاد صار أسلوبه منفر. وحدني يشوف أخوياه أباه وعياله لو في نظره إنهم كفار ما كفر، وحدني يشوف أخوياه أشبه بعماله يزور مكتب للاستقدام ويسفر، وأنا لو إني عليل وحالتي حاله أقولها بالفم المليان ما شفر، قصايدي في بعض الأحيان عماله للوجه اللي ما فيها وجه مصفر، لكن علي الحرم من كبرة القالة ياتب تجلي نزار وقدحة مظفر، ما يبل اللي لبس غطرته وعقاله وإذا فصخه لقينا شعره مظفر، تقبل الله منا صالح أعماله يطيب راسه لو إنه ياك متسفر. الآدمي في زمننا منشغل باله مهموم حتى لو أنا ما هو مطفر، كنت أحسب الهم للي عاش حصالة على كثر ما تيه فلوسه ويوفر، ودهورت صحته واستنزفت ماله وخلال اللزمة حسابه غادية مصفر، ثر الزمن ما ترك الإنسان في حاله، أطيبهم اللي لقاله شارع محفر، ما حد بمرتاح حتى الفاهي الداله اللي تمشى وياكل موز ويصفر.